أكيد كابادوكيا طبعاً التي صنفتها اليونسكو بين مواقع التراث العالمي تشتهر بما يعرف بمداخن الجنيات، وهي صخور طبيعية على شكل أعمدة تعلوها أحجار تبدو شبيهة بعش الغراب، وقد تكونت طبيعيا نتيجة لتأثيرات الرياح والعوامل الجوية في الصخور البركانية، المكون الرئيس للمنطقة. وكذلك يعني مشاهدينا، تنتشر في كابادوكيا نماذج معمارية عتيقة من البيوت والكنائس التي نحتتها الشعوب القديمة في الصخر وبقيت شاهدة على حضارة عصرها.